أبدأ من نيويورك معك رضا. يعني مشادة كلامية سمعناها بين المندوب الروسي ومندوبي الدول الغربية، تفاصيل أكثر حول ما يجري الآن حتى معك، تفضل. بكل تأكيد كارولينا، طبعا جلسة اليوم أقل ما يقال عنها أنها كانت جلسة ساخنة جدا. من جهة، المندوب الروسي اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقف وراء تجارب بيولوجية ومختبرات من أجل تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. أيضا اتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بأنها تقوم بتجارب عبر استعمال طيور وخفافيش وحتى تطوير فيروسات في مختبرات، مما أدى المندوب الأمريكي للرد عليه بالقول إن روسيا تحاول أن تبث الأكاذيب وتريد أن تضلل المجتمع الدولي بسبب ما تقوم به في الأراضي الأوكرانية من مجازر ومن فظاعات وجرائم على حد تعبيرها. أيضا اتهمت المندوبة الأمريكية روسيا بأن لديها سوابق في استعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، سواء عبر تسميم المعارضين مثل أليكسي نافاليني أو حتى مثل تغطية بعض الجرائم البيولوجية مثل ما وقع في سوريا قبل سنوات على حد تعبير المندوبة الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة لممثلي كل من فرنسا وبعض الدول الأخرى الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا والنرويج وإيرلندا، كلها اتهمت روسيا بأنها تبث الأكاذيب. لكن كارولينا، المثير اليوم في جلسة في هذه الجلسة هي تصريحات المندوب الصيني الذي اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن لديها أكثر من 500 مختبر لتجريب وصناعة الأسلحة البيولوجية في العالم، وطالب أن تحاسب كل الدول وأن تكون هناك شفافية من أجل الكشف على هذه المختبرات. طبعا جلسة اليوم انتهت قبلها قليل، لا يوجد أي نتيجة، لا يوجد أي مشروع قرار صوت عليه، ولا يوجد حتى أي بيان رئاسي. انتهت الجلسة في انتظار أن تكون هناك جلسات خاصة بالشؤون الإنسانية في الأيام المقبلة. كارولينا.